ولكن ما أشبه الليلة بالبارحة. الموسم ده موسم صعب جدا. الموسم ده موسم صعب جدا. يمكن أحداثه ومواعيده اللي احنا فيه ده ما اتكررتش في أي حتة في العالم يعني. عشان كده أنا شايف إن أنتوا كلكم اتعرضتوا لإجهاد، مش بس إجهاد، مش بس أنا صوتي مش عارف أعليه، قرب شوية عشان مش عارف أعلي صوتي، مش بس إجهاد بدني، إجهاد بدني وذهني. الموسم ده أكتر موسم في يعني من تأخير الموسم اللي فات، أكتر موسم في العالم في بطولات. كم البطولات اللي أنتم مريتوا بيها دي خليتكم يعني عندكم نوع من انواع الاجهاد بلوك الذهني قبل البدني كمان. واحنا الحقيقه مقدرين ده جدا. احنا كاداره مقدرين ده جدا. وانا متاكد ان جمهوركم كمان مقدر ده جدا. جمهور النادي الاهلي فاهم وشايف وعارف. جمهور النادي الاهلي فاهم واعي وشايف وعارف اللي بيحصل. عشان كده انا متاكد ان هو في ظهركم. انتوا سبب سعاده الناس الفتره اللي فاتت، بس ده حق الجمهور عليكم. اللي حصل المره اللي فاتت ولا السنه دي كده، انتوا سبب الناس بقت سعيده وفخوره بيكم وبالنادي الاهلي. وهنا عايز اقول حاجه. النادي الاهلي لما بيفقد بطولة النادي الاهلي بينطلق منها. النادي الاهلي بطولات جاية كتير وعندنا بطولات كتير، لازم تبقوا فاهمين ده ولازم تفرحوا جمهوركم اللي هو شايفكم اللي هو معاكم اللي هو في ظهركم. كمان في ظروف يمكن خارج عن ارادتكم وارادتنا وارادة كل الناس، عشان كده بقول لكم الناس شايفه وعارفه. بس احنا كمان من دلوقتي في اللحظه اللي بقول لكم عليها دي، احنا كمان لازم نكون بنفكر احنا ليه في بعض المباريات احنا كان يجب تركيزنا يبقى زياده شويه، كان يجب اهتمامنا يبقى زياده شويه، كان يجب ده خلاص. بس دي الكورة، احيانا مفيش توفيق، دي الكورة. انا يمكن برضو عايز اكرر شكر تاني ليكم، وعايز اقول ان انتوا كلكم محل ثقة بالنسبة لنا كبيرة جدا. كل واحد فيكم، زمايلكم اللي مش موجودين، جهازكم الموجود، انتوا محل ثقة كبيرة جدا جدا بالنسبة لنا. كمان عايز اقول لكم حاجة، اوعوا تنسوا يا رجالة، اوعوا تنسوا يا رجالة ان انتوا حققتوا رباعية. اوعوا تنسوا يا رجالة ان انتوا ابطال افريقيا مرتين ورا بعض، ما بتحصلش دي كتير. اوعوا تنسوا يا رجاله ان انتوا تاخدوا مركز ثالث في العالم، برونزيه العالم تاني مره، الجيل اللي قبليكم اللي سبقكم هو ده النادي الاهلي. اوعوا تنسوا يا رجاله ان انتوا ابطال السوبر. ما تنسوش ده، ترفع راسك انت اهلاوي، ترفع راسك انت في الاهلي. لازم تبقى فخور بده. زي ما الاهلي فخور بيكم، انتوا كمان لازم فخورين ان انتوا جوه النادي الاهلي. بصوا يا رجاله، انا من سنه ونص او سنتين انا قلت لكم ايه؟ قلت لكم انتوا احسن مجموعه موجوده في القاره الافريقيه. انا قلت لكم الكلام ده من سنه ونص او سنتين، لان انا كنت عارف قدراتكم، وعارف انتوا ازاي المجموعه دي لما بتبقى مقفوله كده يعني بنعمل ايه؟ اعتقد الكلام ده كان حقيقي دلوقتي، ان انتوا افضل ناس موجوده في القاره. عشان كده يا رجاله لازم قلت لكم ما تخلوش حد يعني يسرق منكم فرحتكم. الجمهور ده اللي هو بيهتف لكم دلوقتي، بيهتف لكم، ده ليه حق علينا اللي احنا نفرحه بقى في اللي جاي. الجمهور ده اللي بيهتف النهارده ده هو ليه حق علينا.
الجمهور ده يا رجاله هو الشريك معانا، هو السند، وهو معاكم صانع بطولاتكم وبطولات النادي الاهلي من 1907. الاهلي من 1907 بيمشي بالحب ده بالمجموعه دي، هو ده النادي الاهلي، هو ده التاريخ كبير، هو ده التاريخ اللي لازم تفخروا بيه، والناس تفخر كمان ان هي تنتمي للنادي الاهلي. جمهورنا فخور بده انه عارف ان النادي الاهلي يعني كل كام سنه كده ممكن حاجه يعني تعدي. يا رجاله ده شيء مهم. كل اللي انا عايز، انا بص بيقولوا ايه، انا لسه هقول جمله هم بيقولوها، بس عايز اقول لكم ازاي نفرح الناس. البطولات اللي جايه في بطولات كتير 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 جايه، ازاي نفرح الناس. انا الحقيقه بس احنا غصب عننا النادي الاهلي ما بيتركش ما بيسيبش حق. انا مش عايز اعلق على الكلام ده دلوقتي، لكن كمان عايز اقول لكم حاجه مهمه جدا. احنا قصرنا معاكم، احنا قصرنا معاكم، ان احنا كنا عايزين فرقه زيكم، مجموعه زيكم، افراد زيكم، كان يجب ان احنا نحتفل بيها بالتاسعه، لازم نحتفل بالعشره، لازم نحتفل بالبرونزيه، لازم نحتفل بالسوبر، لازم نحتفل بيكم. فما كانش في وقت، التلاحم ده اللي كان موجود ما كانش في وقت، عشان كده انتوا حقكم علينا النهارده ان احنا نعمل لكم احتفاليه نكرمكم فيها، احتفاليه نكرمكم فيها، لان انتوا تستحقوا ده. كل اللي انا عايزه دلوقتي منكم خلاص، خلص اللي خلص، انتهينا، فكروا في اللي جاي، فكروا في اسعاد جمهوركم، فكروا في كتاب التاريخ ليكم جديد، فكروا في ده، وانتوا تقدروا تعملوا ده. المجموعه دي تقدر تعمل ده، كتاب التاريخ جديد ليكم لناديكم، تقدروا تعملوا. ارفع راسك، انت اهلاوي، كلمه الاهلي دي كبيره جدا، كبيره جدا. خلاص انتهى انتهى، نبص للي جاي. رجع ان شاء الله قريب نعمل حفله تكريم لحضراتكم، بس نشوف مواعيد عشان نظبط ميعاد تكون كلكم موجودين، بتوع المنتخب او الانتماءات اللي معانا المحترفين، نقدر ان احنا نظبط بس الميعاد يبقى في ميعاد مناسب ان شاء الله. حتى مش عارفين لسه الكبراتات اللي جايه تبقى شكلها عامل ازاي. تاني بقفل ان انا اشكركم، واحنا مقدرين مجهودكم اللي فات، وجمهوركم مقدر مجهودكم، ما كانوش هو بالشكل ده. الموضوع خلاص، فكر في اللي جاي، بكره الصبح كده كل الناس تفكر احنا هنعمل ايه الفتره اللي جايه ان شاء الله. تقدروا تعملوا كتير، لان انتوا تستحقوا ده وتقدروا تعملوا، وانتوا جوه النادي الاهلي. ماشي يا رجاله، عايزين نقف مع بعض كلنا ونقرا الفاتحه ونوعد من هنا من المكان اللي احنا فيه دلوقتي ده اللي جاي هيبقى عامل ازاي. نوعي جمهورنا بيه. ومن هنا ستكون البداية مرة أخرى. من اللقطة اللي حضراتكم شفتوها دي، أحد أهم وأفضل وكبير العائلة الكروية في النادي الأهلي، الأسطورة محمود الخطيب، نزل ووقف مع اللاعبين علشان يقول لهم هذا الكلام. هو كابتن خطيب بيعمل إيه؟ كابتن خطيب بيقوم بالدور اللي حضراتكم قمتوا بيه في 2019، بنفس الدور اللي حضراتكم قمتوا بيه، لأن في 2019 كان 80-90 ألف متفرج بيحيوا لاعيبة النادي الأهلي وبيقولوا لهم اللي جاي يا أهلي. النهاردة أو امبارح كابتن محمود الخطيب بيعمل نفس الدور، بيعمل نفس الدور. هو حضراتكم تفتكروا إن لو كنتوا موجودين في المدرجات كان الكابتن محمود الخطيب نزل؟ لا. لكن لا، عارفين لا ليه؟ لانه هنا هو بيقوم بدور الجمهور اللي بعيد عن اللعيبه من خلال المدرجات، هم مش موجودين، حضراتكم مش موجودين في المدرجات. فالحقيقه انا بحيي تحيه كبيره جدا 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 لهذا الرجل الحقيقه، اللي كان لو حد تاني كان ممكن جدا رئيس نادي تاني يعمل ايه؟ يهرب من المسؤوليه.
وينط من المركب في وقت زي ده، وينط من المركب في وقت زي ده. ولكن لا، مش محمود الخطيب ومجلس ادارته اللي يعملوا كده، مش محمود الخطيب ومجلس ادارته. محمود الخطيب ومجلس ادارته بيقفوا قدام اي حاجه. ليه؟ لان معاهم جمهور في ظهرهم، جمهور عارف كويس قوي قوي ومقدر اللي حصل من اول 2018 2019 لغايه دلوقتي. كل اللي حصل خلال الفتره اللي فاتت دي حضراتكم شفتوه، انا عملته في 10 دقائق ربع ساعه. لكن هو ياخد مجلدات مجلدات، ممكن نحكي في المواضيع اللي فاتت وفي اللي جاي وفي اللي حصل. فالحقيقه انا بشكر جدا جدا مجلس اداره النادي الاهلي ممثلا عنه طبعا رئيسه كابتن محمود الخطيب في هذه اللقطه الرائعه عظمه. وقد ايه احنا بنفتخر ان احنا بننتمي لهذا النادي، او عدينا من قدام سور هذا النادي. اللقطه اللي حضراتكم شفتوها دي هتبقى بدايه لبطولات قادمه، وهنفضل نستعين بيها خلال ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمنا. البدايه هتبقى في بطوله السوبر الافريقي ان شاء الله، هي دي هنستعين باللقطه دي، هفكر حضراتكم بيها اللقطه دي زي ما فكرتكم في اول الحلقه بلقطه حضراتكم وانتوا قاعدين بتشجعوا وبتحيوا فريقكم علشان يقوموا يقفوا تاني. هذا هو الفارق ما بين النادي الاهلي واي فريق تاني. واذا ما كنتش تعرف النادي الاهلي اسال عن النادي الاهلي.